وعليكم كل عام وانتم بخير. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله، والله يجعلنا وياكم من صوامه وقوامه باذن الله، تصومون ان شاء الله السنه دي كل سنه مع احبابكم واصحابكم باذن الله. الف مبروك للاعب زياد الصحفي، تجديد عقده مع نادي الاتحاد، ان شاء الله في عقده القادم نشوف افضل مستويات لزياد الصحفي. شكرا لاداره الاتحاد، شكرا للرئيس انمار الحايلي، شكرا للنائب احمد كعكي، وايضا شكرا للمدير التنفيذي حامد البلوي، يعني حرصهم على استمرار اللاعبين مثل زياد الصحفي، وان شاء الله زياد يقدم افضل مستوياته في قادم السنوات. وايضا شكرا لغرم العمري اللي انا قلت في البث انا ما اخاف في موضوع زياد، لاني عارف ان وكيله وكيل محترف ومحترم، وهذا هو الشيء المهم. اليوم انت تتكلم الوكيل المحترف والمحترم يبحث العرض الافضل لموكله، ما هو بالعرض الاعلى. انت ممكن تاخذ في الاتحاد 6 مليون 7 مليون، ممكن يجيك اي نادي ثاني يدفع لك 8 مليون 9 مليون، بس انت راح تختفي، زي عبد الفتاح اختفى، زي غيره من اللاعبين اختفوا، لكن رحل للعرض الاعلى، بس ما عمره كان العرض الافضل. بالنسبه لموضوع فهد المولد، انا اتمنى انه يكون في مخرج لفهد المولد، يكون في مخرج باي طريق، طريقه قانونيه، خطا اداري، اللي هو خطا اخذوا شيء قاعد يحدث من الشلة إياها في مواضيع الاتحاد والصفقات اللي تصير وبعض الأشياء الإنجازات اللي تصير يتم شكر فيها الرئيس ونائب الرئيس، وهم يستحقون أكيد الشكر، لكن الشلة إياها ما يشكرون أبدا المدير التنفيذي، أبدا إقصاء، تعمد إقصاء غير طبيعي. في موضوع عبد الرزاق حمد الله، اللي أصلا العارف في موضوع عبد الرزاق حمد الله يعرف دور المدير التنفيذي حمد البلوي الكبير جدا، دوره في صفقة عبد الرزاق حمد الله لا يقل عن الرئيس والنائب أبدا. ونذكر حديث صديق عبد الرزاق المقرب لما تكلم في دور التنفيذي ودوره الواضح جدا، حتى في مواضيع كثيرة، موضوع أحمد شراحيلي، موضوع زياد الصحفي وتجديد عقده، دوره لا يقل. والدليل شوف تغريدة الرئيس أنمار الحائلي لما شكر نائب الرئيس وأثنى عليه وشكر حامد البلوي ويوصل الرسالة للشلة إياه بدور حامد البلوي. واللي قريب من نادي الاتحاد يعرف دور حامد البلوي المدير التنفيذي الحراق، دوره كبير جدا في خدمة النادي. أوه صار على القضية، الناس مسجلين على عبد الرزاق حمد الله، المريسل طلع، نواف التميمي يقول تسجيلات 46 دقيقة، ما قال 40 دقيقة ولا قال 50 دقيقة، علشان تعرف الحنيكة، 46 دقيقة وسوف تدين. ثم ماذا؟ لا بيان ولا في أي شيء ولا تحرك رسمي من إدارة النصر، كله كلام في كلام في كلام إعلامي فقط. وحتى لو تحركوا حيلقون الشيء اللي يؤلمهم جدا. ثم ماذا؟ ما في شيء. هم يلعبون على جمهورهم. انت لا تدخل علي في الخاص ومرتبك وبيسجلون وبيهبطون وبيخصمون. يلعبون على جمهور. ويسجلون ولا ما يسجلون. تصلح والله ذي حقات عدنان جستينية، جستينيات تصلح. سجلوا ولا ما سجلوا؟ يا سجل